قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فمن ابتغى رفعة الدرجات ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنات فليتحل بمكارم الأخلاق في كل أوقاته وجميع أحواله، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ومما تتجلى فيه الأخلاق الحسنة التعامل مع الناس في العالم الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، فيستحضر المتواصل مراقبة الله له واطلاعه عليه ونظره إليه وعلمه به، فإنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويتزين بخلق العفاف فيحفظ بصره عما لا يليق وينزه جوارحه عما لا يجوز. فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن كمال إيمان المرء وتمام فطنته ورقي أخلاقه أن يتجنب التدخل فيما لا يخصه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يكتب في وسائل التواصل إلا ما يسره أن يجده في صحيفته، فإن الله تعالى يقول: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويقول الشاعر: وما من كاتب إلا ستبقى كتابته وإن فنيت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وكل كلمة يبثها المتواصل على وسائل التواصل لا بد أن يعرضها على قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيتأكد مما ينشر ويراعي الدقة فيما ينقل والأمانة فيما يقتبس، ويستقي المعلومات من المصادر الرسمية الموثوق بها تجنبا لترويج الشائعات. فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فاللهم اجعل سلوكنا وأعمالنا خلقا كريما تحبه وترضاه. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.